في الفترة الأخيرة انتشر كلام كتير جداً عن فيروس كورونا اللي ظهر في الصين ومنه انتقل لدول تانية، وكان سبب في وفاة عدد كبير من الناس. بس إيه هو فيروس كورونا؟ فيروس كورونا بينتمي لمجموعة الفيروسات اللي بتسبب عدوى الجهاز التنفسي، وبتتراوح ما بين نزلات البرد العادية للالتهاب الرئوي الحاد، وهي في الأساس حيوانات المصدر، وده معناه إنها بتنتقل ما بين الحيوانات وممكن تنتقل للإنسان زي ما حصل، وبتنتقل العدوى من شخص للتاني عن طريق الرذاذ اللي بيخرج من الشخص المصاب مع الكحة أو العطس، التعامل المباشر مع الشخص المصاب، أكل الأطعمة من غير طبخ كويس وبالذات اللحوم والبيض. وبالنسبة للأعراض اللي بتظهر على مصاب فيروس كورونا بتكون شبه أعراض نزلات البرد العادية، زي ارتفاع درجة الحرارة، الكحة، ضيق التنفس، التهاب الزور. لو ظهرت عليك أي أعراض من دي وكنت في بلد منتشر فيها الوباء أو كان ليك أي اتصال مباشر بشخص اتأكدت من إصابته من المرض، لازم تروح أقرب مستشفى ليك. أما عن طرق الوقاية من فيروس كورونا الجديد فبتكون عن طريق غسل الإيدين بالمية والصابون باستمرار، تغطية الفم والأنف أثناء الكحة أو العطس، طبخ الأكل بشكل كويس وبالذات اللحوم والبيض، بلاش تتعامل بشكل مباشر مع شخص بتظهر عليه أعراض زي الكحة أو العطس. وبشكل عام لو مناعة الشخص قوية هيقدر يقاوم المرض ويخف منه في حالة الإصابة بيه. أما المشكلة فبتكون عند الأشخاص اللي مناعتهم ضعيفة، بالذات كبار السن اللي بيواجهوا مشاكل في مقاومة المرض. وأخيراً لازم تبقى عارف إن نسبة الوفيات بسبب المرض حوالي 2% بس من إجمالي المصابين، ومعظم الحالات فعلاً بتقدر تتغلب على الفيروس، ودورك دلوقتي هو إنك تتبع أساليب الوقاية الصحية اللي قلنا عليها علشان تحمي نفسك وتحمي كل اللي حواليك. ودمتم بصحة، بالتعاون مع الطب الوقائي إيفا فارما، صحتك في أمان.